برحب بحضراتكم مرة أخرى، وإحنا بنتكلم في الأردن عن القطاع الزراعي لفت نظري إن المزارع في الأردن عاشق أيضا للزراعة، لما بتقابله أي مشكلة بيحاول يتغلب عليها. في تاريخ قديم لبعض المحاصيل في الأردن، النهاردة إحنا موجودين برضو بنتابع الأنشطة الزراعية المختلفة. صباح الخير وبرحب بحضرتك. يا مرحبا، أهلا وسهلا بيكم في الأردن. سامي القاضي، سامي محمد القاضي، الأزرق الشمالي. الأزرق الشمالي. احنا سعداء جدا يعني ان احنا موجودين معاكم وبالترحاب اللي احنا لمسناه من اول ما دخلنا المملكة الأردنية. شرفتونا. استخلاص الزيوت من الزيتون مهم جدا، وعلشان نوصل لخصائص معينة وعلشان نوصل لجودة لازم يكون في اهتمام بالمحصول وبالزرع من البداية. بعد استخدام تكنولوجيا معالج الماء المغناطيسي، التغير اللي حصل في ثمار الزيتون نفسه بحيث ان احنا نقدر نستفيد منه في مختلف الاستخدامات زي استخراج الزيوت. لاحظنا السنة نوعية الزيت اللي حصلنا عليها من الشجر كانت نوعية أفضل بكثير من السنوات السابقة، يعني كان في تقدم كثير في النوعية. هذا ظهر إلنا وظهر للزباين حتى اللي بيشتروا الزيت من عندنا ضاقوه. خصائص الزيت أنت بتقيمه إزاي؟ بالطعم، إحنا ما فيش عندنا مختبرات، أما بالطعم وباللون. الطعم واللون. باللون بالضبط، اللون غمق كان أصفر على بياض فاتح، السنة هاي كان صفاره على خضار. كثافي، في كثافي احسن، وفي طعم كثير رائع. احنا دايما لما بنيجي ندوق زيت الزيتون بيبقى فيه منه لاذع، بيبقى فيه منه طعم مذاق متقبل. تقيمه ازاي يعني، انهي الافضل؟ اكيد اللي طعمه بيكون تتقبله اكثر، لانه سموها حموضه، الحراره اللي بتحكي عنها بسموها حموضه، وهي من يعني سوء خصائص الزيت. بتسميه الحموضة بتبقى أقل في الأفضل. في الأفضل طبعا. بس الحموضة أعتقد بتجي من التجريح، بتجي من العفن، سوء المعاملة مع ثمر الزيتون قبل العصر هي اللي بتسوي الحموضة أكثر. أما إحنا بنحكي عن النوعية والطعم، النكهة يعني نكهة الزيتون واللون أكثر إشي. إحنا المستهلك الأردني متعود على نمط معين من الزيتون البعل، إنه بيعطي لون غامق، فكان يبعد عن الزيت اللي مستخرج من شجر مصقي أو مروي للونه أو لكثافته خفيف. السنة بعد استعمال جهازنا هاي كان في عنا نوعية أفضل من ناحية الكثافة ومن ناحية الطعم ومن ناحية اللون. تقدر تقول ايه يعني اجهزه دلتا ووتر للمزارعين اللي بيشوفونا النهارده بعد يعني بقالك تقريبا سنه وشهرين في هذه التجربه، تقيم الخطوه دي كايجابيه، تقول لهم يعملوا ايه، ولا ده يعني ايه الحافز او الشرح اللي انت تقوله للمزارعين؟ لا، احنا قبل ما تشرفونا انتم، احنا كل واحد سالنا عن الموضوع نصحناه، لانه يعني ما في عندنا حلول كثير، يعني هي حلول قليله، فوجود جهاز ضوي جدا في المزرعه صار في الوقت هذا، يعني حتى لو مهما كانت نسبة تقليل الملوحة فهو ممتاز وتكلفته مش كثير، يعني صعب هي مش كبيرة. لا مش مكلفة كثير. لا، يحتاج منك صيانة، بيحتاج منك خبرة معينة عشان تشغل. ولا اشي، مراكب ثابت وبضل للأبد، وثابت، وحتى اعتقد انه ما بيخرب يعني.